ما يقرب من نصف قرن لمع نجم يوسف شعبان في سماء الفن والدراما وحتى المسرح، فكان من أهم النجوم في فترة الستينات والسبعينات. بعيداً عن عالم الفن، كانت حياة يوسف شعبان مليئة بالزيجات، سواء من الوسط الفني أو خارجه، فقد تزوج 4 مرات، كانت من بينهم أميرة من أميرات أسرة الملك فاروق. تزوج يوسف شعبان من نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق والإمبراطورة السابقة لإيران. قصة حب عاشها يوسف شعبان مع الأميرة نادية، إلا أن تلك القصة قوبلت بالرفض التام من قبل الأسرة الملكية، فلم يتقبلوا فكرة زواج ابنتهم الأميرة من فنان، لكن الأميرة نادية أصرت على الزواج من شعبان، وبعد إصرارها التام وافقت أسرة الملك فاروق على تلك الزيجة، لكنها لم تستمر طويلاً. رآها يوسف شعبان لأول مرة في أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث كان يوسف يشارك في تصوير تمثيلية من تمثيليات السهرة وقتها، وحضرت نادية إسماعيل شيرين إلى موقع التصوير مع إحدى صديقاتها. كانت نادية إسماعيل تدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعيش في أحد بيوت المغتربات بجاردن سيتي، وبدأ يوسف شعبان التردد على الجامعة باستمرار ليلتقي بالأميرة نادية، وبدأت قصة الحب تشتعل بين النجم والأميرة. سعى يوسف شعبان والأميرة نادية إلى الزواج رغم رفض أسرتها تماماً، لكن إصرارها جعل شعبان يسافر للأسكندرية ليلتقي بوالدها العقيد إسماعيل شيرين، الذي وافق مجبراً على تلك الزيجة. وبالفعل تم الزواج في حفل عائلي صغير حضره بعض الأقارب في عام 1971. عاش العروسان في شقة الزوجية بحي الزمالك بالقاهرة، ولم يستمر الزواج لينتهي بالطلاق وهي حامل في مولودة أبصرت الحياة الدنيا وتم تسميتها سيناي. فكانت سيناي هي الثمرة الوحيدة لزواج قصير. ومنذ سنوات كشفت سيناي ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان عن تفاصيل حبه مع ابنة الأميرة فوزية وقصة زواجهما، وذلك في أول ظهور إعلامي لها. وقالت سيناي خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن الفنان يوسف شعبان عرض على والدته الزواج بعد فترة قصيرة من العلاقة. وأشارت سيناي إلى أن الزواج واجه صعوبات كبيرة في البداية، حيث رفض جدها إسماعيل الزواج لأسباب كثيرة منها السن، إضافة إلى زواجه السابق من الفنانة ليلى طاهر. وأوضحت أن سر إتمام الزواج كان في تمسك والدتها، فكانت ترى مميزات في الفنان يوسف شعبان، منها أنه يحبها كثيراً ووسيم، ولم تستطع التكيف مع ظروف الفنان يوسف شعبان الفنية التي لا تتفق وتربيتها في المنزل العسكري.